والله متكيفين كيف كبير كثير جدا، كمية بتاعت كيف ما طبيعية، كمية بتاعت معنويات عالية جدا جدا جدا. أول حاجة أنا أقول لك في اللايف قلت لك الضربة بتاعت الحصحيصة دي بعد ما ننتهي هتشوف الفيديوهات وهتسمع سكلي وجقلبة. الضربة جابوا لك التصوير، جابوا لك ده وجابوا لك الناس جوا، الضربة ما كانت هنا. أرجع الفيديوهات وشوف بعينك، شوف في نار مولعة، شوف الحلة بتاعت الأكل، الحلل الثلاثة الأربعة دي اللي انكشحن، عشان الناس ديل عندهم هواية بتاع التمثيل، بيفكروا خيال واسع، مشاهد من ألف ليلة وليلة. طيران محلات ضربكم معروف وين ضربكم، لقاكم متلمين وين عارف ضربكم وين. وأنا قلت الكلام، قلت في مصنع نسور كمية بتاعت عربات كانت جوا واقفة ولا متوقعين، جغمكم جغمة حارة خلاص. حتقدروا تصوروا جوا تقولوا والله ضربونا هنا وديل كده؟ ما حتقدروا. جبتوا العربات المكسرة لزيتوها وجبتوا الناس بهنا نزلتهم في الواطة وخطيتوهم، واحد خطي لي كرسي الشي مضروب، الكرسي ما بيتكسر وهو كان بدم. معقولة احنا تقول علينا ان احنا من الضعين؟ احنا ما من الضعين، احنا ما احنا لو من الضعين بنصدق كلامكم ده، لو احنا من الضعين بنصدق كلامكم ده، لكن احنا ما من الضعين. الناس صدقت حميدتي عايش بتصدق المناظر حقتكم دي، لكن احنا الفيديو بنقعد نراجعه 6 7 8 مرات، 8 مرات بنراجعه كده بنعاين التفاصيل الصغيره. حله حله ما 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 لكن بتاع ما يدفيك فيك. طبليه بتاعت قزاز ما تتكسر، طبليه بتاعت قزاز ما تتكسر. ضربكم بمويه، رشوكم بخراطيش، الضربه ما كانت هنا، الضربه كانت ثاني في محل ثاني، لكن ما بتقدر تجيبه لانه شهود عيان من هناك تواصلوا. ضربه مره، شباب 22 21 23 بس هنا ما فيهم شباب، كميه بتاعت وليدات، كميه بتاعت جزران ما طبيعيه انجغموا. وده الصح، دي الحقيقه، ما تقعدوا تدسوا شبابكم الليله، انجغموا كميات كبيره، اقل حاجه 200 300 كلهم دنيا زايده. ما تقعد تبكي، احنا شفت منك الناس اللي قاعدين دير، والله العظيم والله العظيم المعلومه قبل ما تقولها انت احنا بتصلنا، قبل ما انت تطلع وتتكلم بيكون الدون الامين الطياره تجي فوق في الهواء، احنا بنكون عارفين الطياره جايه تضربك يا وسخ. ما تقعد تصور وتجيب الخيمه وتجيب الناس وترقد المراه رقدي كده ودي تبكي به هنا وتكورك به هنا وجايب راجل يمثل. والله فتشنا الحصحيصه بيد بيد، جروبات الحصحيصه شارع شارع، الخلقه دي ما لقيناها هناك. الراجل اللي بيبكي ده فتشنا الحصحيصه بيت بيت، تقال الحصحيصه دي شنو؟ كلها اهل، انت قايلهم كلهم منك ومنك من تشاد والنيجر؟ لا لا، دي كلهم اهل بتعرفوا. الراجل اللي جايبينه ممثل الدور بتاع البيبكي ده كنت تجيبوها مره، احتمال كان ليك فيها تبدا عندكم يفتني، فليكن نفتين الناس تصدق. لكن جايب لك راجل ولا دمعه ما نزلها، وحارس يفتحوا له الدور حتين يقعد، يعني ما حزنان طبيعي، معاه سؤال كوبلي حتين حزين بكى، يعني ما جايبينه بيبكي من الاول قبل ما تزعله. ولا الجنبي تدردك بالواطه، جلابيته نظيفه. قلت له تعال مثل الدور ده، تعال مثل الدور ده. الضربه ما كانت هنا، الضربه كانت موجعه ومؤلمه. الضربه كانت في الحته الصح. لسه ده بسيط. البله الثاني بتاع الضعين، بتاع الضعين كميه كبيره. وفي منطقه جنب الضعين حكايه بطاله، ديك فيها مخزن مستودع كبير جدا، شوف الناس دي الشواطين كيف. عندهم مخازن يعني ما كميات كبيره، في حاجات وقام ما شالت، قالوا وداها وين؟ قالوا في الحله ما يخطوها، خدتها برا عشان لو اتضربت هنا ولا اتضربت هنا يكون عندهم بديل برا. في منطقه قريبه لهون، قريه ما بعيده منهم. شوف الجيش ده عارف المعلومه بالتفصيل. المعلومه عند الجيش بالتفصيل. ضرب لهم الضعين. ضرب لهم المستودع الاول، وضرب المستودع الثاني، وضرب المستودع الثالث. وبعد ده ما خلى خلاص، ذلك عندهم واحد هناك كبير مش ضربوا ليهم برضه. شفت زول شال الفيديو بصور في منطقه حصيره كده وفيها نيران حوالينا، وقال قال لك دير الاسلاميين ودير الكيزان، ده اكبر محل بتاع سلاح هناك، اكبر مستودع بتاع سلاح. انت كنت عارف؟ لا. احنا عارفين؟ لا. الجيش عنده المعلومه، الجيش عنده المعلومه. ما ضرب المناطق الجنب ولا ضرب به هنا ولا به هنا، ضربوا بالمليمتر.
بالمليمتر ضربها عشان تعرف انه الجيش عنده المعلومه. طيران دقيق جدا 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 جدا، والادق منه الذاكره الروسيه موجهه رسمي شعبي، حاجه ما تخلص. شوكولاته شوكولاته واجود انواع الشوكولاته، تاكل ما تدي جنبك. ملخلك لون بتاعهم بتاع الضعين، وملخ لون الثاني الجنب الغري الجنبون كده هناك خلاص. ده اللي امداد الدخل، امداد دخل قبل يوم، امداد دخل قبل يوم، الكلام ده دخل قبل يوم، نزلوا بهنا الجيش اللي لنا مشى سلم عليهم وانتهى منه بهنا. خلاهم تعبوا، خلاهم اشتروا، خلاهم مشوا، خلاهم طلعوا، خلاهم جابوا، والليل كله يمشوا منتظرين اها جاء عشان يجهزوا الهجوم. بعد الجيش انتهوا منه بهنا، الليله جاهم بهنا ستفوا لون ومشى، انتهى منه ومشى. ضربة كبيرة جدا جدا جدا. جبل أولي المثلث الآن شغالين في المثلث، نهض يمين شمال يمين شمال في المثلث. تعال امسك بيكا حدث ولا حرج، تعال امسك بحوالي المناقل بهناك الهدى حكاية، امسك من الحصحيص الطريق كله المناطق بتاع الصراصير، وانت ماشي ليه طابط وليه الفريجاب والزاك كلها بالطيران، طيران رزع هنا دل 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 شغالين فيهم. ده ما شغل بتاعنا صح، بامانه ده ما شغل طبيعي. 13 طياره في واحد يوم. ذاك الناس بيتكلموا في اللايفات بيقول لك احنا عندنا طيارتين وطيارتين، انا بقول لك الليله 13 طياره، واتحداك هذا لو طلع الرقم ده ما دقيق، 13 طياره في وقت واحد في كل السودان، ازعل من الكلام ده لو الليله الكلام ده ما دقيق بالملي. 13 طياره بتصدق؟ 13 طيارة في وقت واحد في جميع أنحاء السودان. الفاشر بهناك دق 7 تاتشيرات 8 تاتشيرات جغامون، ودقوا عربات ماشية دي ولا محسوبة ولا الناس شافتها. تعال بهنا شمبات دقوا ليهم 40 دليل في شمبات بالمليمتر، جغامون بالمليمتر مدني ما شاء الله. الحوش حول الحوش ما شاء الله. تعال بهناك جبل موية حدث ولا حرج، يعني شغل متكلف. 7 عربات طلعة من المزموم مشات على أرو اتجاه النيل الأزرق انجغما، 7 عربات اتحرك من هناك انجغما. الشغل ده ما شغل طبيعي لنا، ده ما شغل خلاص دي مش كده يشتغل زي، لا لا، شغل ده بعديه في عاصفة، شغل ده بيستمر يوم يومين ثلاثة، لكن بعديه في عاصفة، بعديه بيبشر بعاصفة كبيرة جدا. ده ما شغل بتاع لحظات ولا شغل بتاع دقة كده وعابرة ومع السلامة، لا لا، ده شغل بتاع نجادة، ديل شغل بتاع نجادة جد الجاي نجادة. القصة يمو الوضع طيب، الأمور طيبة ما شاء الله، متمكنين ما شاء الله، مخازننا مليانة ما شاء الله، طيراننا راقد ما شاء الله، مسيراتنا راقدة ما شاء الله، مدافعنا راقدة، عدتنا جديدة ما شاء الله، كل شيء تمام. بعد كده دارين نسمع نشوف ادم هارون محور الفاو، ادم هارون الخياري بهناك دارين نشوفكم، المتحرك الغربي سنار بعد التغيير خلاص. بعد كده احنا ما بنقول لكم بكره، احتمال في حاجات، لكن انا عندي هانت خلاص باذن الله تعالى، هانت القصه خلصانه، القصه خلصانه. نازل في الضعين بيبكوا، في ناس في الضعين اسر طلعت، في أسر في الضعين طلعت مشت خلاص، طلعت شالت ستفت مرقت، في ناس طلعوا، في بدو خلاص بعد كده مارقين. ليه؟ لأنه احنا كلمناهم ووريناهم ونشرنا لك الفيديو، قلنا لك دي الناس المشتركة قريبين للضعين، ما بعيدين. حديد جديد نزلنا لك، كرتي كرتونة، سلاح جديد، مدافع كله، وممكن الليلة يبدو فيك تدوين عادي، ما تستغرب يعني الليلة لو بدت فيك الدهانات ما تستغرب. الناس دي قريبين ليه؟ الطيران ده بيمهد، وبكره بجوك بعد بكره بجوك، ما بعيدين، بس حاسين الغرار، والغرار بس برهان يقول لهم اتماء، كل الغرار عند البرهان كله. يا هو القائد العام لقوات الشعب المسلح هو المذول من مشتركه، ومذول من الجيش، ومذول من جهاز الامن ومن المجاهدين ومن كله، الغرار الان عنده.
الليله فك اللجام للمشتركه بكره بتلقاهم جوا ماس جايبين لك ماديب والمعامله كيف. العربات قاعده مردمه قدام الضعيم ما بعيده منهم والله ما بعيده منهم. نزلنا لك نزلنا لك عربات ما شاء الله تبارك الله مستفه جاهزه اموره واضحه ناس شغلهم واضح ما شغلهم باللف والدوران حارسين التعليمات الاخيره حارسين فك اللجام الحقيقي وفك اللجام ابشرك جاي فك اللجام جاي جاي ما هو ما في غياب ما في حلل ما يقول لك في اتفاق وبيعملوا ما بيعملوا ولا عندهم حاجه الناس ديل دارين يماطلوا 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 لحد ما الخريف ينتهي والحيله دي ما بتنطلع على اي طفل سوداني عارفه خليه الجيش ما يكون عارف كل الناس دي عارفين انه دي مماطله منه وجرجره منه من هنا لهنا هون اشتغلوا شغلهم المفاوضين والجيش يشتغل شغله في الميدان الحكومه تشتغل شغلها والجيش يشتغل شغله واللي بينتهي اول يقول للثاني يرفع يده يقول انا انتهيت واللي بينجز اول يقول للثاني انا انتهيت انجزت وخلاص القصه انتهت لكن ما بيتم اتفاق طالما الزول اللافي السهنون ده اللافي من السودانيين في المطاعم وعامل نفسه داري يخش علينا وياكل فولنا واحنا نقول يا سلام بحبنا ما تقعد تليف وتقعد من مطعم لمطعم وخلاص احنا حبيناك واكلك انه ونعمل لك هاشتاج قوم شوف شغلتك شوف شغلتك برا كلام فاضي برا معاك برا جنجوي قصه منتهيه قصه منتهيه لقد تحيه بسوين وكلامك جميل جدا ده بدايه المشاهد وجيش شغال تدريبات لملحمة الجاي الجنجوي الاصل هم غير كذب والتمثيل ما عندهم اي شيء الحس كلام البعمل ده كله عشان يعكس المجتمع الدولي ممثل في امريكا والمنظمات الاسل بيجتمعوا ديل عاوزين يوقف لهم طيران المستشارين حقهم بس بيتكلموا في كل المنابر وفي كل الغنوات حقهم ديل انه لازم المجتمع الدولي يعمل حظر للطيران الجيش السوداني ده في مناطق تحت سيطرة الدعم السريع قال الشغل ده بشكل لنا ابء كبير جدا لازم الطيران يجي في مناطق سيطر حقنا عشان نعرف نوزع المساعدات وكل شيء بيجي بيخش بالمساعدات اصلا هم بنهبوا حق المواطن المواطن دار ياكل في حقه بنهبوه بيشيلوا باكلوه بيضطروا يمشوا يتكلموا بالمساعدات كلهم كذابين الطيران ده اذا ما جاكم انتوا يشغل وين يعني الشعب السوداني كله منتظر بل الدين ده والله كلنا منتظرين ان الدين يتبلى مفتكرين انتوا تنتصروا على الدولة يعني تصدقوا طلس بتاع الناس الطعمين للسلطة دي اسال الدوله ده ما تفهم منه ما كلهم طالوا السودان وخلوكم فكل الشعب منتظر المشتركه عاوزين نشوفوا منظر بتاع اليعقوب ده تتكرر في موسم الدبو وزي ما قلت انه لازم احسن تتخرجوا من ديان لانه القامه انتهت